كثير من الناس لا يأبه بميراث المعاشر الصالح، بل تجد الأموال تنتقل فقط بين الأولاد، والنساء إما أن يسكتن حياء أو يسكتن مرغمات. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هذا من أمر جاهلية، أنهم كانوا في جاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال الصغار، وإنما يقصرون الميراث لمن يركب الخيل ويحمي الذمار بزعمهم. هذه سنة جاهلية جاء الإسلام بإبطالها، وجعل للنساء نصيبا من الميراث، وجعل للصغار نصيبا من الميراث. قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وانظر كيف بدأ بالنساء من باب التأكيد والاهتمام ورد على أهل الجاهلية الذين يهينون المرأة ويحرمونها حقها الذي شرعه الله لها. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض والمواريث: قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فيجب إعطاء كل ذي حق حقه، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. الواجب تقسيم المواريث على ما شرعه الله للرجال والنساء وللكبار والصغار، ومن يتعدى حدود الله في المواريث وغيرها فإن الله توعد من تعدى حدود. قال تعالى: تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا في المواريث وفي غيره. نعم.